Bonjour. Bonjour, bonjour. Ella Honike. Bonjour. Asubia. هذا كله البيت كيف المحلفين. هذا كله البيت بلد فا. الحمد لله. 2 درجة الحرارة برا. هوني 5. هوني أكثر. هون أكثر من 2. ايه اكثر من برا هون يمكن هي الدرجه بس الشعور بالبرد اكثر لانه ثلج تفضل تفضل اوكي هلا هون في سوبيا باوضه وحده المبدا في الثانيه بس حطيتها منظر شوي بيت كبير معتم بارد بتعيش فيه انطوانات وجوزها توني وابنهم شربل شو اسمك تقلبوا؟ شربل اسمك شربل عاشت الاسامي انت بتعرف اسمك على اسم القديس اللي هو اكبر قديس بالعالم الا ما هو اعطينا جابني لعند الماما شربل قد ايه عمرك؟ شيل عن راسك يا هيك؟ هيك يعني شو؟ واحد اربعة سنين شربل عمره ايه ما هيك؟ يلا بقى فوت لجوا لانه ثلجنا هون وانا ما بخليه يجي هون البيت ملك ولكن اشبه بكهف تفضلي شوفي هيدا كله بهارهر هيدا بهارهر حجر هيدا كله بهارهر انا ما بقرب بنظف هون لو الجاي بدها توصل لفوق ما بسترجي اقرب دق بالحيط هيدا كله بيعطي صوت لأنه... ما بعرف شو صدقيني ما بعرف يعطي صوت يعني إيه؟ بيقدر ينزل اذا عم بيعطي هيك صوت هيك انا اللي كنت عم بقول يعني عم بيتكسر انا اوقات كثير هون بالليل بلفلف حالي وبقعد بقول بركه قوي الصوت باخذ ابني وجوزي وبهرب هيدا كله مفسخ كله هيدا هون بشرشر علي مي بالشتاء هلا بس يبلش يدوب الثلج هيدا كله هون بنقط تنقيط هون كله مطفيه ليه ما بحط الا سريب خاف من الكهرباء لانه قبل شوي كمان فقع هون برا الكهرباء فقعت عنا يعني مثل ما قلت بيت كبير بس بخوف جدران مصديه اناره غايبه وبرد قارس لا امكانيه لاصلاح البيت ولا لتامين الحطب والمازوت للتدفئه فاقتصر البيت على غرفه صغيره بقضوا فيها معظم وقتهم انطوانات 45 سنه توني 49 سنة حبوا بعض وتجوزوا من 9 سنوات وبعد محاولات عديدة للإنجاب رزقهم الله شربل توني كان عنده محل أحذية على كعب البناية ولكن الحالة المتردية للبلد دفعته للإقفال قلبت فيه الدنيا ومع فقدان عمله خسر أيضاً كل من كان يسانده يا ماما انطوانات كتير ساقعه ليك بقلب البيت عم بيطلع منا هيدي الدخنه تبع هلا اليوم منيح اليوم كتير منيح لانه عم تتلج بس ما بكون في ثلج هيدا كله بينقط علي يعني اليوم مرحومه هيدا كله اصلا عم بينقط يا حو بلش يعني اليوم رحمة مع هيدا وكله اليوم رحمة بس عصاي ليك رح ابكي انا لانه كيف قاعدين هيك بالبيت عصاي متلجين ايدينا وهي بتطلع الدخنة من تمنا وهون التلج على الشباك وعم ما صار تلج بقلك شيء والله العظيم برا اطفى برا اطفى من جوا برا اطفى على طول بقول لهم برا اطفى من عندي احسب هيك افتحي تحت هيضل ما بعرف انا لان كثير كثير ساقعه معبيه البيت معبر طوبه يعني ما بنقدر يعني عم نوصف لانه المشاهد ما بيقدر يشوف هيدي السقعه يعني مانك بحاجه لبراد انت بالبيت؟ لا بتحطي اكل كله برا لشو بالشتاء ما بدك توفري كهرباء بالشتاء حتى بيض والادويه اهم شيء بنادول وهيك مشان الحراره لشربل بخاف انا ما فيني اوقف هاي ابدا ما في غير ادويه بهالبراد ما في جبنه ما في لبنه ما في شيء لا لشو بدي اضحك ولا بدي ابكي يعني لا ليك بكي
بيبكي الواحد، بس شي بيبكي بالفعل، شي بيبكي. بعد تتوصلي أكتر، لتوصلي لصحتنا، لتوصلي بدي عملية، تتوصلي بعد عندي صور من سنتين طالب لي هون الحكيم، بعد بعدنا بالحيط. ايه. بعد تتوصلي عندي عملية. عملية شو؟ عملية نسوانية. نسوانية لازم تعمليها أكيد من شهر 8 لازم. وما لازم شيل أنينة مي أنا هون بالبيت، ما عندك هبوط يعني. وعندك ابنك 4 سنين، وابني بحمله وبطلعه على الدرج لأنه ما بخليه يطلع أجري بيجعه، بحمله وبطلعه على الدرج 70 درجة بيتي. الأب مريض عم يخسر سمعه لأنه ما معه يشتري سماعة، والأم أهملت صحتها كمان لأنه ما معه تدفع. وطوني كل يوم في فكروا العالم أنه إحنا عاملين مشكل بالبيت، لأنه طوني سماته مكسورة، إذا بدي عيط له تحت بيسمعوني أنه أنا عم عيط لطوني. كمان خلقه هي؟ طوني خلق السماعة. ايه. شربل بس يسمع صوتنا بيجي بقول علقه، بلي ليش علقته؟ لك يا ماما ما علقنه. صار مثلي هو، بس بدي عيط لبيه وبعيط كمان على صوت كتير عالي. توني عنده إعاقتين بتصعب عليه الحصول على العمل، وبالرغم من هيدا الشيء ولا مرة استسلم، فبعد ما انكسر حاول يشتغل بالخضرة، ولكن حالته الجسدية ما سمحت له ولا الحالة الاقتصادية. يعني ما عندكم مدخول هلا؟ لا الحمد لله، حتى وقت كان بالخضرة ما كان عندنا مدخول، ويا ريته ما اشتغل بالخضرة لأنه صار علي دين بسوق الخضرة كمان. عطونا قلتين ثلاثة إنه بس تبيعون تاع تدفع حقهم. ما جربت أنت تشتغلي؟ بشتغل بالصيفية بس، بعربش على السجر، بقطف توت، بعمل شراب التوت وببيعهم بساعتها. بيعطوني طاولة بالمهرجان ببيع بوشار بالليل للساعة 2-3 لطلع ال 30,000، ال 30,000 أنجد أديكي بساعتها، ما فيك تدبي منها. المدرسة مني دفعت لها، اللحام بده مني، الدكانجي بده مني، سوق الخضرة، المستشفى، شو بدي أشتغل أنا؟ عمين بتركن؟ مرة قلت له انتبه له لشربل، عيب واحد يحكي فيتي اتحمم، انتبه له. قام ركض شربل قدامه وحط اجره هيك طوني تيهدي، ما قدر لقطه وكسر له سنه. عمين بدي اتركه يروح يشتغل؟ بهالصيفيه بعربش على الحراش بجيب زعتر ببيعهم، بس منا شغله ومنا كسيبه انه تقومي بشتويتك. وانت قاعده بحراجل يعني انه ضايعه يعني الشتويه طويله؟ لا لا لا، اذا بدك تنزلي اقل شيء على بيروت لتشتغلي. طب شو بدهم يعطوني ببيروت؟ انت توصلي على بيروت بتحطيهم طرقات وابني وجوزي عمين. وجربت توني ترجع تشتغل شيء انت تعمل شيء؟ ما فيك. اذا بدي احمل شيء ما فيك. يعني كنت اشتغل بالخضرة يعني، بس انا كيف هم العالم اللي ياخذوا الاغراض مني، انا اقعد اتفرج بس، كنت اخذ منهم مصاري روح اجيب غيرهم. بس انكسرت بطل في اجيب الدعم، عم بخسر صرت. طب وكيف عم تاكلوا وبتشربوا هلا انطواني؟ الله كريم الله كريم، الله يبارك. حالة البيت يرثى لها، والعيش فيه بشكل خطر على كل أفراد العيلة، وخصوصاً على شربل يلي من شدة البرد والرطوبة بيدخل على المستشفى أسبوع أو أسبوعين بالسنة. جوزي عنده بطاقتين، شؤون اجتماعية ومعوض، ما بستفيد من شيء. كل سنة ابني بفوت على المستشفى، أنا علي حساب بالمستشفى بقوله إن شاء الله ابني ما يسخن، لأنه كل سنة عندي قاعدة 10 لـ 15 يوم بالسرجور. بيمرض إنه وزارة الشؤون، مش أول مرة بنسمع إنه ما بيعملوا شيء للناس. بعد علي حساب عن المستشفى. سنة الماضية تفاجأت إنه ما بيسكروا عني، كان ابني له 13 يوم. مدير السان جورج وجعه قلبه قال لي خذوا ابنكم وفلوا، بس يصير معكم تعوا اسطوله. شو بفوت شربل على ال اكيد من رطوبة، اكيد نرتوبة. كل مره برونشي، كل مره فايروس، نحن هون متلجين يعني عمره 4 سنين. بيت معقول بقلب بيت بيطلع هيك دخنيه؟ يعني تصوروا بالفعل، انه انا بدي اتوجه للمشاهدين انه فعلا رح ابكي، رح ينزلوا دموعي، بس مش رح اعملها على التلفزيون وعلى قدام الكاميرا. قاعدين بقلب بيت كل الوقت عم تطلع منا هيدي الدخنة، يعني انه هون الحرارة بين واحد بين درجتين ودرجة، الساعة 12 الظهر، يعني عشية شو بيصير هون؟ منموت. اذا بفرجيك المخدات، كل المخدات كلهم دم، كلنا مننزل دم من السقعة بالليل.
كلنا مننزل دم بالسقعة. وكيف ما بده الشرب اللي يفوت على المستشفى ولد عمره 4 سنين؟ وكل سنة عندنا فوضى، بيعمل يمكن بيعمل برونشيت وبيلقط فيروس وسعلة وحالة حالة. نحن جايين على تلج، يعني العالم بتكون مونة، بتكون مزوت مأمنة بالبراميل. أنا بشتري بال5000 وبحطه بعد بالطاسة بالليل بس حتى دفي الأوضة تقدر ينام الصبي، بس كل نهار ما بدوره. وين بتناموا؟ بهاي الأوضة. شربل وين بتنام أنت؟ هون. هون؟ بهيدا الجليد هون؟ هون بتناموا ثلاثتكم هون؟ إيه. هيدا حاطينه مشان ما نوقع، لأنه مننام هون تنطفى. هيدا حاطينه مشان إذا برمت أنا بنام هالميل. شربل بالنص وتوني هون. الحركة الدايمة لشربل بتخفف عنه الإحساس بالبرد. شربل ابن الـ4 سنوات بيفتخر بغرفته وبغراضه. هاي قطك؟